المزيد من الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران، عنوانها الرئيس إحياء الاتفاق النووي. إيران تلوح بإعادة النظر بالاتفاق الأخير مع وكالة الطاقة الذرية في حال اتخذ اجتماع الوكالة أي خطوة ضدها. بعد ساعات من تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن جاهزيتها لقاء الإيرانيين، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يلوح بإعادة النظر في الاتفاق ويطالب في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية الجديدة بخطوات لإعادة بناء الثقة. لا يمكن لإدارة السيد بايدن أن تكرر سياسة دونالد ترامب وأن تتوقع نتيجة مختلفة. أول خطوة أمريكية هي العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها. لقد أعلنت أعلى سلطة في البلاد أنها ستعود عن كامل خطواتها بعد التزام واشنطن مباشرة. تصريحات المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أعادت التأكيد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وأنه سيبقى كذلك، وأكدت أيضا على بقاء البرنامج تحت إشراف دولي. ربيعي طالب أطراف الاتفاق بأن تحث واشنطن على اتخاذ خطوة نحو إعادة إحيائه، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع أي مقترحات صادقة لحلحلة الأزمة بحسب تعبيره. واشنطن من جانبها كانت أعلنت أنها لا تزال مستعدة للقاء إيران برغم خيبة الأمل من رفض طهران اقتراحا أوروبيا لعقد اجتماع بمشاركة أمريكية. نشعر بخيبة أمل إذا أرد إيران، ولكننا مستعدون لإعادة الانخراط في دبلوماسية ذات مغزى لتحقيق عودة متبادلة للامتثال بموجب التزامات الاتفاق النووي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد أن العودة للاتفاق لا يمكن أن تتم دون مناقشة التفاصيل بين كل الأطراف. تطورات الأيام الأخيرة تشي بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستخدم منطق العصا والجزرة، ما ظهر جليا في قصف قوات موالية لإيران في سوريا منذ أيام بالتزامن مع الحديث عن العودة للمحادثات، بالإضافة إلى ربط هذه المحادثات بشأن الملف النووي بملف الصواريخ البالستية وسلوك إيران في المنطقة. من جهتها جاءت تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتؤكد على ألا تكون أعمال التفتيش في إيران ورقة مساومة دبلوماسية، حيث يتمسك رافائيل غروسي بالتفاهم التقني الثنائي المؤقت الذي تم التوصل إليه مع إيران الشهر الماضي.